السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم متابعينا قبل أن أبدأ من فضلك اشترك في القناة بالضغط على زر الاشتراك أسفل الفيديو ومن فضلك قم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا نقدم لكم أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 7 ديسمبر 2019 تابع معنا الفيديو للنهاية سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 16 جنيه وتسعة قروش سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول وبنك قناة السويس والمصرف المتحد والبنك الاهلي الكويتي وبنك مصر للتنميه وبنك سيب والبنك المصري الخليجي وبنك عوده 16 جنيه و8 قروش سعر الدولار في البنك المركزي المصري والبنك التجاري الدولي سي اي بي 16 جنيه و7 قروش سعر الدولار في بنك مصر والبنك الاهلي المصري والبنك العربي الافريقي الدولي وبنك البركه والبنك الاهلي اليوناني بمصر 16 جنيه و6 قروش بالنسبه لاسعار العملات الاجنبيه والعربيه سعر اليورو 17 جنيه و79 قرش سعر الجنيه الاسترليني 21 جنيه و4 قروش سعر الدينار الكويتي 52 جنيه و65 قرش سعر الريال السعودي 4 جنيه و27 قرش سعر الدينار الاردني 22 جنيه و62 قرش سعر الدينار البحريني 42 جنيه و9 قروش سعر الريال القطري 4 جنيه و22 قرش سعر الريال العماني 41 جنيه و71 قرش سعر الدرهم الاماراتي 4 جنيه و37 قرش في النهايه بشكركم لحسن المتابعة لو عجبك الفيديو دوس لايك وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته